اللي اليوم المرض العصري هو الكآبة، الاكتئاب، القلق، التوتر. نادر اليوم من الناس تجد من يعيش في راحة نفسية. عموم الناس اليوم وحتى الطلبة يعانون من هذه الأزمة ومن هذه المشكلة. إذا ما عندك اكتئاب عند انفصام بالشخصية، يعني الآن ترى أنه يتكلم في أمر ويناقضه في نفس الوقت. الذي يناقض نفسه بين الفكر وبين السلوك، بمعنى أن له انفصام بالشخصية. إشارة أخرى، اليوم أنا لما أدخل إلى الكليات، لما أدخل إلى الجامعة، أنظر أن الطالب أو الطالبة الجامعي والجامعية، نرى أنه يفتقد إلى عنصر مهم، عنصر التعامل مع الذات. اليوم أنت تأخذ الجهاز موبايل، لما تفتح الكرتونة في داخله تشوف أكو كتالوج، شيء يحكي عن الجهاز هذا شنو، كيفية التعامل معاه. اليوم تأخذ برنامج اسمه الفوتوشوب، الفوتوشوب لما تأخذه مكتوب كيفية التعامل مع هذا الجهاز. كل حاجة اليوم إلكترونية وغير إلكترونية هنالك دليل يوضح الإنسان ما هو دليله. إذا الإنسان لا يعرف كيف يتعامل مع ذاته،